نرجعوا للنقطه الجوهريه ديال هذه المرافعه. آه. يعني شنو هي النقطه الاساسيه اللي ركزتوا عليها؟ انا غادي نمشي معك في اطار يعني في اطار الجريمه ديال انتشار البشر. كاين واحد وضحناها للمحكمه انه كاين اللي تيعتقد بانه الجريمه ديال التجار البشر لازم خص يكون مشتري وبائع وبضاعه اللي هو الانسان، ولكن لا، كاين مشينا بعيد ومشيت بعيد، هو انه التجار بالبشر، جريمه ديال التجار البشر يمكن يكون هي واحد بوحده ومعاه ضحيه ويمكن له والقانون يسعف باش انه يدخل في هذا الاطار. هذا من جهه. من جهه اخرى المسائل اللي ماشي قانونية اللي كانوا تيطيحوا فيها الطرف الآخر وكانوا يشوشوا بها على القضية، مسألة ديال هذوك المحامي البريطاني والمحامية الفرنسية اللي كانوا جاو هم مخلصين منهم هذاك البريطاني، لأن هذاك البريطاني معروف أنه تيدافع على الإخوان المسلمين، فهذاك جا تخلص باش يدي معلومة مغلوطة ويديها تيقول المنظمة العالمية ومن رايتش. احنا بالنسبة لنا ذكرناهم بأنه الضحايا راهم راسلوا هذه المنظمة، وهذه المنظمة خذات موقف إيجابي تجاه هؤلاء الضحايا، فبالتالي هذوك المحامون اللي جاوا بايعين شارين باش أنهم خذوا المعلومات من هنا من عند شي وحدين ما نذكرش الأسماء ديالهم، ومشاو يعني جاوا مخلصين يعني تيتاجروا في المعلومات، هذوك ليس الا جاوا مخلصين، ما عمرهم رافعوا، ما عمرهم حضروا، ما عمرهم يعني حتى هذاك البريطاني ما كاينش حتى اتفاقيه دوليه ما بين المغرب وبريطانيا، هذيك الفرنسيه جات لهنا عطاها شي واحد كلمه ومشات، يعني ما كاينش شي حاجه شي دور من غير الدور ديال انهم يمشيو يشوهوا السمعه ديال المغرب. كذلك مشينا لواحد النقطه، جوج نقاط لي اساسيين، هو الاولى تتعلق بالفصل 448 8 في الجريمه ديال التجار البشر، اللي تيعاقب من سنه الى 5 سنوات ومن 5000 الى 50000 درهم كل واحد حرض او غرى او يعني منع شي شاهد في الجريمه ديال التجار البشر باش انه يجي يؤدي الشهاده ديالو. وهذا الشيء هذا اللي وقع فيما يخص هذوك الضحايا، هذوك الشهيدات اللي بقاو يعني مهربينهم، وراه تضبط داك الشيء وتضبط، وكاين يعني محاضر ضابطه اللي تصوبت في هذا الاتجاه، فانا المحكمه تلح عليها انه تيخصو ينزل العقاب على هذو اللي قاموا بهذه الجريمه. ثم كاين جريمه واحده اخرى اللي وقعت بالنسبه للضحايا اللي هما مصرحات جاو وتعتبرتهم المحكمه شهود واداوا اليمين القانونيه وكذبوا واداوا شهاده الزور، واللي شهاده الزور اللي اداها في الجنايات راه من حق رئيس المحكمه يعني رئيس ديال الجلسه انه يعتقلهم وانهم يتعاقبوا على الشهاده ديال الزور، خصوصا امام غرفه الجنايات. والشيء اللي تاكد هذا هو هذوك اللي جاوا تيقولوا لا ماشي بوعشرين هو اللي في الفيديو، ماشي انا هو اللي في الفيديو، يعني هي. وفي حين انهم بعد جات الخبره اكدت ان الفيديوهات سليمه، وانه لان هذيك الخبره جات مقسمه على واحد الطريقه تقنيه يعني مقبوله وسهله، هو انه اختبروا ذاك الفيديوهات على مستوى الصوره، واختبروا على مستوى الصوت، واختبروا على مستوى الصوت والصوره واش هما يعني م م م يعني منطبقين، لان يعني بعض الاحيان راه تتسبق الصوره على الصوت او الصوت على الصوره، هذاك راه تيكون مفبرك، وبالتالي قالوا بانه الفيديوهات كلهم صحاح. ملي قالوا الفيديوهات صحاح معناها ان هذوك اللي كانوا تيهضروا ذاك المره الدوليه من كذبوا، داو شهاده الزور خصهم يتعاقبوا.